هذه قصة واقعية ما بيها الجمهور العزيز وما بيها تتلز لي ربما يوم ما دخلوني للحبس هي وخوها سيد أحمد بالعدسي وعبد القادر وكريمة وجماعتهم وداروا لي المكيدة الشعب العزيز يحسبني بأنني مجرم أنا ضحية أنا ضحية مؤامرة أنا ضحية أمينة بالعدسي دارت لي مكيدة لأنها ماهيش بنتي عبد القادر فرح بان خلي له المجال باش يدير واش يبغي سيد احمد بالعدسي باش يزوج مع المراه اللي كانت اللي هي امه مرت باباه تسمى امه اللي فايتها دوب 13 سنه يعني بردوا رايمهم الام الحاقده لاريها ودخلوني الحبس ورجوني مجرم وانا ضحية والحمد لله اللي خلاني ربي حي حتى لعلم جمهوري وقلوب لنا انا اندرت لي مكيدة ومن ضمن هذا القصيدة الانسان المحلل يفهمني هذه امينة بالعدسي امينة اللي هي من اليوم ما هيش بنتي وتحملتها ودرتها بنتي خفت من دعوة الشر تاع الوليدة ولكن فيما بعد رجعت لي الخير كل ما ربيت ما صمتك كونكي بنتي ما تباصيني الشرطة خدموا بتحريضك ما هم شوما تدمرتين يوم ما جابونا وفرع قلبك يوم ما حزونا وفرع قلبك تجرتي فيا بعتيني حسبتيني ما كنت فايق لك وانا قلبي عليك خبرني جيت جسي النبض غير في غرضك وتقولي لي شحرك غايضني غايضني انت وزايدة مرتك لي جابوها معاك بالعاني شحال كنتي مغلطة كلام فارغ ما ترفد وذني وش حكمتي مغلطة ظنك كلام فارغ ما ترفد وذني ما غلطك زوجتي ساعة جيت بردي جنك وتجيب القرودة ويشوفوني كل خمس دقايق تجيب لي هذه واحدة من صحباتها هذه اختها هذا رجل اختها ينتقموا ولكن الانتقام الحقيقي تشوفوه فيما بعد اسم براني كل ساعة جيت بردي جمك وتجيب القرودة يزوروني
ما برد قول روح تشوف هذاك الكل برا ما دايرين بصحتك ما يشد ولا اللي داتني الحبس انتم يا اعداء الله ولكن كل شيء الظهر يكشفوا I'm